بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتقبل الله اعمالكم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. في هذا البحث نتحدث عن موضوع يسمى بالتسويف أو التأخير وبالخصوص فيما يرتبط بتأجيل وتأخير التوبه. في كل الأحوال نحن ينبغي أن نكون دائما في حال التوبة والاستغفار دائما الإنسان مجرد غفلتنا هو في الواقع ذنب وكما يقول بعض العلماء مثلي أنا وأمثالي هذه الصلاة في الواقع صلاتنا هي ذنب لأنها مملوءة بالغفلة وعدم الالتفات إلى حقيقة من نتكلم مع من نقف بين يدي من نقف كلها في الواقع في كل أحوال نحن نحتاج دائما إلى التوبة لذلك من الامور التي يبتلى بها الانسان هو تاخير وتاجيل الاعمال، تسويف يعني سوف افعل. كما انه نحن تعودنا في الدول العربيه مثلا رؤسائنا دائما يقولون طبعا اكثرهم ربما ان شاء الله مو كلهم دائما سوف نفعل، سوف نقوم، سوف ننجز ولا شيء. هذه السوفة يبتلى بها الانسان، نحن ايضا نحن ننتقد غيرنا ولكن نحن ايضا في نفس القضيه. تسمى التسويف التأخير التأجيل الإنسان يبتلى بهذا الأمر لأنه في الواقع يفقد كثير من الكمالات الإنسان الإنسان في كل لحظة إذا استغل اللحظات والدقائق والساعات لن يفقد الإنسان هذا التأجيل يؤدي للإنسان أن يفقد يفقد الكثير يفقد الكثير لذلك مسألة التسويف والتأجيل هي مسألة منبوذة و غير صحيحه، الانسان ايضا في بعض الاحيان هذا التسويف يؤدي الى الكسل طلب الراحه في الدنيا، طبعا هذا ما يشترك به المؤمن والكافر، يعني قد مؤمن في قضايا الدنيويه يطلب الراحه، ارادته ضعيفه، دائما كسول، والكافر ايضا كذلك. لذلك المؤمن والكافر كلاهما قد يشترك في مساله الكسل. من من مراتب التسويف التي يذكرها العلماء هو تاجيل الاعمال، ولكن في بعض الاحيان بعض الاعمال فيها مجال، مثلا الان مثلا الصلاه صلاه الظهر، اول الوقت فضيله فيها، يعني صلاه الظهر اول الوقت، لكن الانسان ياجلها قبل الغروب، وبتذهب الفضيله، لكن ليست حرام، يعني التسويف غير محرم كما يقال، ولكن يفقد الانسان كثير من كمالات، من ثواب، من من درجه، من منزله. موضوعنا اللي اكثر نتحدث عنه هو تاجيل وتاخير التوبه. طبعا هذا من اخطر انواع التسويف والتاجيل والتاخير. حيث ان التوبه كما يذكر بعض العلماء هي واجب فوري واجب ملح يعني اكو اصرار عليه الحاح. لان الانسان في كل لحظه ربما يموت فالانسان عندما يذنب ولا يتوب ومات وهو مذنب هذه مش مشكله ومصيبه على الانسان. الا اننا كثير منا أيضا نسوف في مسألة التوبة خصوصا كما ذكرنا أن التوبة قد تواجه بالموت يعني الإنسان يواجه الموت والإنسان في كل أحوال مذنب ومتركب برقبته مثل ما ذنوب ومعاصي وهو لم يتوب وجاء الموت طيب ماذا يفعل هذا الإنسان ولذلك مسألة التوبة مسألة هنا ملحة وينبغي عدم التسويف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يقول يخاطب اظن ابو ذر الغفاري الصحابي المعروف رضوان الله عليه يقول النبي صلى الله عليه واله انه أمس ولكن امسوا واصبحوا تائبين يعني دائما الانسان يحاول دائما ان يحاول على الاقل الاستغفار اللساني مثل ما يقولون القدر المتقن الحد الادنى لذلك مثل الامير عليه السلام يقول لا تكن ممن يرجو الاخره بغير عمل ويسوف توبه بطول الامل يسوف يعني يؤخر التوبه بطول الامل انه انا لا بعدني شاب حياتي بعدها طويله يقول في الدنيا يكمل الامير الموم يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين اذا في كل الاحوال الانسان عليه دائما ان يكون يتوب دائما يستغفر دام هي حاله ايضا هي في الواقع اذا شوية فكلون فكر هي مو صعبه جدا يعني الانسان عندما يذنب اذنب سقط في شهوه في امر في غفله حاله غضب لكن التوبه هي حاله ان يستشعر الندم شوي يقعد يفكر فخمس دقائق ياخذ من وقته مو فتشي يعني صعب جدا كثير من ذنوبنا كثير من ذنوب الناس ما تحتاج الى خصوصا اللي ما يرتبط اذا ما مرتبطه بحق الاخرين مثل اموال او ما شاكل طبعا هاي تكون اصعب او في التبليغ العلماء مثلا ذنوبهم تكون اصعب يعني لا قدر الله عالم تكلم بكلمه وانحرفت امه بكاملها وهذا يكون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا تكون اصعب القضيه. المشكله ان الانسان يؤخر يعني يتصور الموت بعد مثلا على سبيل المثال بعض النساء يعرفون مثلا ان الحجاب هم يعتقدون ان الحجاب واجب. يعني هم يعتقدون بذلك، قد وحده ما تعتقد هذا مو بحثنا. لكنه شو تقول؟ تقول انه ان شاء الله من اذهب هاي طبعا موجوده في اوساطنا يعني العربيه او انه من اذهب الى الحج من اذهب الى مكه انا ان شاء الله اتحجب. طيب اذا كان الحجاب واجب قد الانسان ما يلحق إذا الى مكه. فلذلك الانسان في كل الاحوال اذا عرف هذا الامر واجب يجب ان يفعله، يجب ان لا يسوف، لا يؤجل. آه اذا آه في قضيه التوبه تكون قضيه تسويف اخطر لانه قد يدرك الانسان الموت لذلك الايه التي قراناها في البدايه تقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم احدهم الموت قال اني تبت الان هذا ان شاء الله ايضا نبين انه الانسان عندما يكشف يعني يحضر الموت ويعرف بعد انه سوف يموت يعرف انه سوف يموت هذا الانسان كما يقال يعني يفتح له شباك على الاخره وبعد يدري هنا يقول اني تبت الان هذه لا التوبه هنا غير غير مؤثره ليست وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت يعني جاء الموت واستشعر الموت وكشف له فتح له باب من ابواب الاخره هنا يقول اني تبت لا فائده من ذلك. ولا للذين يموتون هذا بحث آخر إذن هذا الأمر مهم جدا لذلك الإمام صارق عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته قبل السنة قبل ما يموت قبل الله توبته ثم قال إن السنة لكثيرة لا هواية سنة كثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ثم قال إن الشهر لكثير. من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال إن يوما لكثير. من تاب قبل أن يعاين يعاين احنا نعبر هذا التعبير في بعض البلدان يشاهد يعاين قبل الله توبته. إذا يعاين قبل أن يعاين يعني شنو؟ قبل أن يفتح له باب من أبواب الموت. هاي حتى إذا حضر احدهم الموت قبل هذه اللحظه يمكن للانسان ان يتوب يمكن للانسان طبعا هذه الروايه نفهم منها ان الانسان يجب ان يسارع الى التوبه لا انه يقول لا خب الامام يقول سنة كثير ان السنه لكثيره لا ان الشهر لكثير لا ان اليوم لكثير الامام لا يريد ان يقول انت عندك سنه طويله بعد يمكن ان تاجل التوبه شهر عندك بعد لا يمكن ان تاجل لان الشهر مو هوايه طويل كثير يوم عندك حتى اليوم هواي انت قبل ما يجيك الموت بلحظات قبل ان تعاين تقدر تتوب الامام ليس قصده هذا لانه نحن نعلم وهذا واضح مما لا شك فيه ان الموت ياتي بغته نعم لو كنا نعلم متى ياتي الموت قد يقال قد يقال ان هذه الروايه يعني انه انت ما يحتاج تسارع في التوبه، عندك وقت بعد، سنه بعد عندك طويله، شهر عندك طويل، اليوم هم كثير. المشكله ان الانسان لا يعلم متى يموت. لذلك هذه الروايه مفادها وهدفها تعجيل وليس تاجيل. تعجيل التوبه، الاسراع بالتوبه هذا الذي. لذلك على الانسان ان يسارع ان لا يسوف بالتوبه ولا يؤجل في التوبه. طبعا أيضا قد يقول قائل أنه أيضا ما الإشكال في ذلك أنه الإنسان آه حتى ما عدم علم الإنسان بوقت موته آه الإنسان يقدر مثلا يتوب بعدين أو أنه ماكو ضرورة الإسراء المشكلة أنه آه الإنسان آه قد لا يوفق للتوبة حتى ما علم الإنسان نفترض لا مو عدم علم علم الإنسان بال بالموت الانسان يعلم انه بعد سبعين سنه يموت لو افترضنا ايضا هنا المشكله ان الانسان قد لا يوفق للتوبه تعرفون الانسان عندما تتراكم عليه الذنوب تتراكم اه كما نقال ينسلب التوفيق احنا نعبر هذا التعبير توفيق قد ينسلب من الانسان قد لا يوفق للتوبه التوبه تحتاج ايضا الى طهاره الى اعاده حسابات قراءه من جديد الى نوع من الاخلاص نوع من الصدق نوع من طلب النجاه، هذا الانسان تراكمت عليه الذنوب، ذنوب، ذنوب، معاصي معاصي، قد لا يوفق لا يفكر بنجاته ولا يفكر بالتوبه في كل الاحوال، طيب ان شاء الله نواصل الحديث بعد ان ناخذ فاصل استراحه ونعود اليكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، طيب نواصل الحديث من جديد من مراتب التسويف الأخرى اللي أيضا نحن أشرنا إليها إشارة بسيطة هي انتظار الإنسان مرور فترة الشباب مرة الإنسان نقول يعلم متى يموت الإنسان لا يعلم طبعا ما حتى ما علم الإنسان كما قلنا وانتهينا في نهاية القسم الأول حتى ما علم الإنسان بالموت أيضا يجب أن لا يؤخر لأن كثرة المعاصي قد تسلب منه التوفيق بالتوبة والاستغفار طيب الإنسان في كل أحوال إذا لا يعلم لا يعلم لكن يبقى الإنسان أمله حلمه أنه يعيش فترة طويلة لذلك كثير منا في فترة الشباب كانوا فترة هي فترة استراحة فترة يعني رفع فيها القلم لا يوجد حساب لا يوجد شيء لذلك الذنوب تترى تتراكم على الانسان الانسان ياخذ راحته مثل ما يقولون في فتره الشهر على امل انه عندما يكبر ويشيب مثل هاي قضيه ذكرنا قضيه الامراه التي تعتقد بوجوب الحجاب ولكن تؤجل هذا العمل الى ان شويه تكبر تقول خلي شويه اتونس مثل ما يقولون بشبابي واروح المكه ان شاء الله للحج ومن ارجع اتحجب وبالفعل قسم هكذا قسم هكذا لكن المشكله من يضمن ان الانسان يبقى الى ان يذهب الى مكه او يبقى عمره طويل لذلك من مراتب التسويف والتأجيل هو الإنسان يفكر أنه فترة الشباب تمر عليه إلى أن يكبر يشيب وهناك عاد يرجع يصير إنسان صالح ويتوب والإنسان غير ضامن الإنسان غير ضامن أولا غير ضامن للموت الموت مو بيدنا مفتاحة وثانيا غير ضامن أن أوفق لأن أعود فأكون إنسان صالح قد أنا لا أوفق للتوبة قد الإنسان لا يوفق للتوبة لذلك في كل أحوال على الإنسان أن يستفيد من لحظته، من وقته. الإمام أمير آه الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول: لو فكرتم في قرب الأجل وحضوره، لأمر عندكم حلو العيش وسروره. يعني هذا الحلو العيش، المذاق الحلو يصير مرعتكم شو وقت؟ لو فكرنا في قرب الأجل. قرب الأجل هو الذي يساعد الإنسان على أنه لذلك نحن في الرواية أكثر ذكر هادم اللذات كم عندنا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت ذكر الموت مفيد الإنسان أن الإنسان يجب أن نفكر أنا وأنتم أنه في كل لحظة يمكن أن يأتينا الموت وبالتالي لا يمكن أن نؤجل لا مفر من الموت الذي طبعا ذكره علاج لمرض التسويف والتأجيل أفضل علاج افضل علاج لقضيه التسويف التي نبتلى بها اكثرنا هي ان نذكر الموت نتذكر الموت نتواصل بالموت فلان ترى الموت يجينا حقيقه خصوصا من نحضر الى جنازه الى فاتحه هذه كلها مواطن نتذكر ينبغي ان نتذكر فيها ذكر الموت آه ما ما في انسان ولو بلغ من الغنى والشهره وال والملك ما يقدر الانسان ياجل الموت الموت لا يلغى بقرار ولا يشترى ماكو واحد يقول انا اعطي اموالي كلها بس أجلوني الموت، ما في هيك شيء، لذلك امير المؤمنين يقول: لو ان الموت يشترى لو ان الموت يشترى لاشتراه الاغنياء لاشتراه الاغنياء، لكن الاغنياء ايضا يموتون، يملك الثروات الطائله ايضا يجي الموت، انظر الى الملوك، انظر الى الرؤساء، لننظر اليهم، يملك السلطه والقوه والجيوش والجاه والأموال والموت يأتي بجرثومة بسيطة بمرض بسيط في زماننا من من الملوك بقى من من الرؤساء بقى هو يجي ساعة خلاص لا يستقدمون ساعة لا يتأخرون لا يأخروها لا يستأخرون في كل الأحوال في الواقع يبقى هذا العمر هو ثروة الإنسان يجب أن لا نسوف يجب أنا وأمثالي أن لا نؤخر أن لا نضيع هذه الثروة وهي العمر إن شاء الله أيضا نتحدث عن العمر في حلقة ان شاء الله لاحقا ان شاء الله اذا المفروض ان قيمه عمر الانسان تساوي الجنه هذا عمرنا ما عنده قيمه ماكو شيء عادل العمر الا الجنه والقرب الالهي غير شيء خساره الربح الحقيقي هو ان عمري يساوي الجنه والقرب الالهي وهذا لا ياتي الا بالعمل والجد وعدم التسويف وعدم التاخير والإرادة وتحكيم العقل وأمثال ذلك والالتزام بالشريعة ولذلك في الواقع التسويف والتأجيل والتأخير هو إما توقف أو تراجع أو تراجع طبعا توقف هم ماكو يعني لنطمئن أنفسنا حسب الظاهر ماكو توقف إما مسير أو تراجع لذلك يقول من تساوى يومه فهو مغبون إذن المغبون هو دائما هو في خسارة فما بالك بمن كان غده أسوأ من يومه يقال فهو ملعون يعني ذا والعياذ بالله غدي أسوأ من يومي يعني أنا في تنازل في تنازل حقيقي هو التساوي غبن فما بالك بالتنازل هذا ليس بغبن هذا لعن ولذلك يقال ملعون فإما الإنسان يكون مغبون او ملعون في كل احوال السبب هو التسويف اذا كنا مغبونين او ملعونين من المغبونين او من الملعونين التسويف يوصلنا الى ذلك التاجيل سوف خلينا نشوف حياتنا بعدها شبابنا وضعنا هذه هي مشكلتنا لذلك يجب دائما ان نستغفر يجب دائما على الانسان ان يفكر دائما وابدا ان ظرفه الحالي هو افضل من الظروف الظرف اللاحق من يضمن غدا الآن نحن أنا وأنتم كل واحد بينا وضع الآن بشكل أو, من بشكل أو بآخر وضع لا بأس به وضع لا بأس به طيب منو يضمن باكر شيء يصير مثل ما يقولون غدا ما هو وضعي أحسن الصحي ما معلوم وضع المالي أفضل ما معلوم وضع أولادي مشاغلي ماكو شيء يعطيني ضمانه انه غدا افضل كظرف من ظروفي يعني ظروف الاسريه الاجتماعيه السياسيه خصوصا اليوم ما شاء الله نحن في الثورات والانتفاضات والمقاومه والاعتداءات والاستكبار اليوم احنا في ظروفنا غير مضمونه لذلك ما عندنا غير الساعه التي نعيشها غير الساعه التي نعيشها لان الانسان لا يعلم غده هذا الغد كيف سوف يكون كيف على لحظة الإنسان يصاب بمرض لا قدر الله ماذا يفعل هذا الإنسان ماذا يفعل هذا فالإنسان إذا ما دام في يومه الفعلي قادر على العمل الصالح قادر على التوبة قادر على الرجوع إلى الله قادر على التكامل قادر على السير إلى الله سبحانه وتعالى فعلينا أن لا نسوف ولا نؤجل علينا أن نسوف ونا. لأنه كما ذكرنا أولا لا يوجد ضمان للغد هل هو بظرف افضل من اليوم؟ لو لا ماكو ضمان هذا اولا وثانيا هذه يذكرها بعض العلماء غدا ايضا هناك تكاليف غدا هو مو وقت استراحه حتى انا اقعد في وقت الاستراحه على راحتي اجي اتكامل واسير الى الله واجي استغفر من الذنوب غدا ايضا انا عندي اذا اليوم تركت تكليفي مثل انسان مثلا في المدرسه الاستاذ المعلم اعطى واجب اعطى تكليف للطلاب طيب الطالب اذا ترك الواجب هذا انا نقول باكر غدا ان شاء الله غدا طيب غدا ماذا يحصل غدا هناك تكليف جديد فغدا اصبح تكليف غدا وتكليف امس الذي تركته اذا في كل الاحوال طبعا غير انه الفرصة تفوت الان التوابين اين هل هناك قياس بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام وبين التوابين هذول استشهدوا وهذول استشهدوا هذولا بس سبعين سبعين واثنين ثلاثة هذولا آلاف لكن انظر إلى تأثير السبعين لأن في الوقت الصحيح في الوقت المناسب إذا في كل الأحوال لا ضمان للغد الغد عنده تكاليف جديدة وفضلًا إن الإنسان عندما يقوم بالعمل في وقته تأثيره أكبر أثره أفضل أثره أفضل اضافه الى الامر الرابع انه غدا قد لا اوفق لاي عمل قد يسلب التوفيق مني نتيجه التسويف والتاخير والتمادي واللامبالاه قد اسلب اسلب توفيق التوبه وتوفيق العمل واداء التكليف في كل احوال اليوم عندي تكليف علي ان انجز هذا التكليف لكي لا يبقى برقبتي امر من هذا الامر من 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 الواجبات إذا في كل الأحوال نحن علينا بعدم التسويف بعدم التأخير وخصوصا في التوبة خصوصا في التوبة لأنه في كل الأحوال غدا أيضا له مشاغله المستقبل له ظرفه فضلا عن الموت النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الصحابي الكبير أبو ذر الغفاري يقول له هل ينتظر أحد إلا غنا مضغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقعدا أو موتا مجهزا النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحدكم ينتظر شنو ينتظر شي ينتظر احتمالات النبي يطي احتمالات إما غنى بس غنى مضغي يعني أنا اليوم فقير أقول من أصير غني أتوب من أصير غني أقوم أصلي اتحجب امثال ذلك النساء والرجال يعني بحسب طيب هذا الغناء اذا جاء قد الانسان يطغى واذا طغى الانسان بعد يا صلاه يا حجاب يا حاج يا التزام يا جهاد يا عطاء اذا الانسان صار يعني طغي او طغى الانسان اذا ما يوجد ضمان اذا الاموال ليس ضمان اذا هل ينتظر احد الا غنا مضغيا او فقرا منسيا اقول من من انتظر الفقر انا الان غني خلي التذ كشاب خلي اتونس مثل ما يقولون من اصير فقير الله كريم استغفر مو الفقر قد الانسان مثل ما يقولون يعني بالتعبير قد الانسان ينثبر او ينشغل بالفقر ينسي الانسان في بعض الاحيان الفقر يكون شديد هم الانسان بعد اللقمه وشلون عيالي واطفالي وجهالي اذا الانسان الفقر ايضا يكون يكون مشكل إذا الفقر قد يكون منسي للإنسان أو مرضا مفسدا أنا الآن عندي صحة خلي براحتي من أتمرض عد خب المرض قد يكون مفسد للإنسان قد لا يستطيع أن يقوم بالواجبات قد لا قد يفقد عقله ذاكرته وأمثال ذلك قد يكون فاسد إلى المرض أو هرما مقعدا يقعد الإنسان يهرم يصير رجل شيء كبير ولا يستطيع أن يقوم بشيء والأمر الأخير وهو الأساس أو موتا مجهزا يجهز الموت على الانسان فلا يستطيع ان يتوب ولا ان يعمل الصالحات ويتكامل الى الله، نسال الله سبحانه وتعالى ان لا نسوف في اعمالنا وفي واجباتنا وان نكون من التائبين والمستغفرين بحق هذه الليالي والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.